لابد من الثأر يا سادة قريش. أجل يا عكرمة، الثأر لأبيك عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ولجميع قتلنا في بدر. والثأر لكرامتنا أيضا، أليس كذلك يا صفوان؟ بلى يا خالد بن الوليد، فالغيظ يملأ قلبي منذ هزيمتنا في بدر، لذا لابد من القيام بحرب كبرى ضد المسلمين. ولكن هذه الحرب تحتاج إلى أموال كثيرة، فمن أين لنا بها؟ هذا ما دفعنا لنجتمع في دارك يا أبا سفيان. ماذا تعني يا صفوان؟ صفوان يعني القافلة التي نجوت بها من يدي محمد أثناء عودتك إلى مكة. وماذا عنها؟ نبيعها وبثمنها نجهز العدة والجيش للحرب. ها، ولكنكم تعلمون أن تلك البضائع لا أملكها وحدي، ولا أستطيع التصرف فيها دون علم باقي أصحابها. نعلم هذا، ولذلك جئناك حتى نخرج لأصحابها ونشاورهم في الأمر معنا. موافق، وأنا على ثقة بأن أصحاب البضائع لن يردوني خائبا، فهم يريدون الثأر من محمد وأتباعه مهما كان الثمن، فهيا بنا إليهم. نار، نار مستعرة. سيدي أين كنت؟ كنت أقوم بعملي في مكة. وهل قمت به على أتم وجه؟ بالطبع أيها الخبيث، فقد كنت أذلل جميع العقبات التي تقف في وجه من يريدون القضاء على محمد وأتباعه. والآن حان عملي في المدينة. ويحك، في المدينة بجوار محمد؟ نعم نعم، فأنا إبليس لا أعدم الحيلة فأتباعي في كل مكان. لم يكن هناك داع لهذه الهدايا يا عم زيد. يا عبد الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا؟ ثم إن هذه أول مرة أزور فيها عائلة عمرو في بيتهم الجديد. أوافقك في هذا، ولكن لماذا أحضرت لي هدية مثل عمرو؟ لأني أعتبركما بمثابة أولادي، وإذا أعطيت أحدا منكم شيئا أعطي الآخر مثله، كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولادنا عليه الصلاة والسلام. أنت طيب يا عم زيد، كم أحبك. وأنا أيضا أحبك. والآن هيا نكمل سيرنا حتى لا نتأخر على عمر. هيا بنا. أنت؟ ماذا أتى بك إلى هنا؟ دعني أدخل أولا قبل أن يراني أحد. هل جننت يا حيي بن الأخطب؟ ألم أحذركم من مجيء أي منكم إلى هنا؟ ألم نتفق على ذلك؟ لقد قلت لزعماء اليهود هذا الكلام، ولكنهم صمموا على حضوري إليك يا ابن سلول. واطمئن، فلم يرني أحد. ولماذا؟ قلت لنا إن السبب في إعلان إسلامك هو التداخل مع المسلمين لمعرفة أخبارهم لتحين اللحظة المناسبة التي تستطيع بها زعزعة إيمانهم، فتنتشر الفرقة بينهم، فيكون الوقت مناسبا لهجومنا والقضاء عليهم، فتعود الزعامة لنا ولك يا زعيم الخزرج، أليس كذلك؟ بلى، ولكن ما شأن هذا بمجيئك إلى هنا؟ له شأن كبير، فزعماء اليهود قلقون ويرون أنك تأخرت كثيرا في تنفيذ ما اتفقت عليه معنا. لا تخشوا شيئا، فأنا سأتحين الفرصة لتنفيذ اتفاقي معكم. ومتى؟ اليوم؟ أم غدا؟ أم العام القادم؟ احفظ في حديثك معي. هيا ارحل قبل أن يراك أحد فننكشف جميعا.
أخبر السادة اليهود بأن لا يخشوا شيئا، فلدي شعور بأن الفرصة التي ننتظرها قد حانت. هيا اخرج اخرج بسرعة. أحمق، كلهم حمقى، كادوا يكشفونني أمام المسلمين. ترى ما هي الفرصة المناسبة للنيل من المسلمين ومنك يا محمد؟ لعلها قادمة بأسرع مما أتخيل. عندئذ قد بعنا البضائع بعد موافقة أصحابها، وأصبح لدينا المال الكافي لحرب محمد، ونجحنا في جمع الكثير من الرجال من الأحابيش ومن قبائل كنانة وأهل جهامة. لقد كنت ذكيا بالفعل يا صفوان عندما قمت بإغراء أبي عزة الشاعر حتى يحرض القبائل بشعره ضد محمد والمسلمين. وبماذا أغريت أبا عزة يا صفوان؟ إنها مسألة يسيرة بالمال. المال يا عزيزي، فأبو عزة رجل فقير. إنك فعلا داهية يا صفوان. إذن فقد أصبح لدينا المال والرجال لمحاربة المسلمين. نعم، وسوف يكون الهلاك لمحمد ومن معه. يجب أن أخبر سيدي العباس بن عبد المطلب بما سمعته حتى يبلغ رسول الله ويحذره.